تحبيني؟ تحب حدا ثاني يحكي لي؟ قصدك براد بيت. أصحاب عمر. احنا جاهزين شباب. فيش إلك قهوة إلا إذا بتعمل براندو. نعم سامو لك إياش. تجوز نادية ونادية أخته. عمر لما بدك تحرر بلدك وتقرر إنك تثور في ثمن لازم تدفع. شو ما كلفني الموضوع أنا بدي أتجوز نادية. خذ نفس، حدد الهدف تاعك، طخ. طول ما في احتلال ولا شيء. احكي لي عمر، انت بتعرف واحدة مزبوط، بس اذا ما بدك تشتغل معنا حياتك راح تصير جحيم للأبد، وتنساش حياة حبيبتك. الو جيب لي راس طارق. يلا بجيبك من هناك. امتى طلعت من السجن؟ انا مستعد اعيش معك في اي مكان. بيناتنا خايف، كل واحد فينا مشتبه فيه. هاي نعمل كل شي عشان تسرق نادية منك. بالضبط هذا اللي بدي اياه. شكي بعض. انت جاسوس، الكل اكد لي. كل فهم غلط. حياتي ما فكرت انه الحب ممكن قد يوجع.